بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الايجابيه، حاجه مشتركه بين العظماء، موضوع ان الواحد فيهم يبقى ايجابي. الدين بتاعنا بيامرنا بالايجابيه، وصفه اساسيه في الامه الاسلاميه الايجابيه، اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما اشوف حاجه غلط بقول للراجل بعد اذنك بطريقه كويسه، باخده على جنب مش قدام الناس، اقول له خلي بالك في حاجه كويسه انت بتعملها، انت كويس جدا انت تعمل كذا 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 كذا، بس في حاجة صغيرة وحشة اللي هي كذا حاول تتجنبها. تمام؟ فلو بطريقة كويسة ومش قدام الناس هتلاقيه بيستجيب ليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب إيه الصفات اللي خلتنا خير أمة؟ ولو شلت مننا مش هيبقى خير أمة. تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنا بالله. وربنا ضرب مثل للسلبي اللي لا يأمر بالمعروف ولا بينهى عن المنكر، والإيجابي. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أب كم؟ لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد تاني يوم فلا يمنعه ذلك، وعارف إن هو مثلا بيتاجر في مخدرات أو بيعمل حاجة حرام، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرن على الحق أطرا ولتكسرن على الحق كسرة أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. خلينا نشوف مثال للإيجابية. الصديق سيدنا أبو بكر الصديق اتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعض آيات، فيخرج ويرجع بستة مبشرين بالجنة. حبيب المنذر من نفسه كده في غزوة بدر راح اقترح المكان المناسب في بدر. سلمان الفارسي كان إيجابي واقترح حفر الخندق. وخالد بن الوليد أخذ الراية، في ثلاثة ماتوا من القيادات والراية هاتها أنا هخليها، هو إيجابي وخد الراية وجاهد بيها. كان جندي بقى قائد وانتصر، وأخذ وسام سيف الله. في واحد من الصحابة اسمه تميم الداري دخل المسجد لقى ضلمة، ما عادش يشتم وما عادش يكتب، لا راح جاب شوية إنارة وراح حطها في المسجد فينور المسجد النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعي له. في واحدة صحابية إيجابية بتيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول لنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما نأتيك فيه، فقال لها اجتمعنا في يوم كذا وكذا. إيجابية اتحركت، شافت في حاجة محتاجينها دخلت واتكلمت. في احدى الغزوات المسلمين ضد الفرس، الفرس بتحارب الخيول المسلمين بالفيله، فواحد ايجابي عمل فيل من طين وخلى الفرس ياخد عليه، وبدا بعد تاني يوم بيحارب بالفرس قدام الفيل، فالفرس مخافش فقدر يقتل الفيل. تمام؟ فجايين فهو داخل يحارب فبيقول له خلي بالك هيقتلك، قال لهم لا ضير ان اقتل ويفتح المسلمين. وتأمل في واحد في سورة سن في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى بعد ما جال القرية ثلاث أنبياء وقتلوا الثلاث أنبياء ما يقسي، جه من أقصى المدينة كان بعيد خالص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أدخل الجنة قتلوه، قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. حتى بعد ما قتلوه عنده إيجابية ونفسه الكلام يوصل لقومه يعرفوا إنه دخل الجنة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وسيدنا إبراهيم طبعا، إن إبراهيم كان أمة أكثر شخصيات إيجابية. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وسيدنا عمر بن عبد العزيز من كتر الإجابة تحت بيقول إيه، لو أن كل بدعة يمته الله على يديه وكل سنة ينقشها أو يحييها الله على يديه ببضعة من لحمي تقطع حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان ذلك في الله يسيرا، مفيش مشكلة. ولكل جسم في النحول بليات وبلاء جسمي من تفاوت همتي. خلينا نشوف الهدهد لما لقى قوم لا يعبدون الله. سيدنا سليمان بيتفقد الطير وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
أو ليأتينني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدته قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللي جابي عملة نادرة بتحيا الأمم، ورب همة أحيت أمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، ما تلاقيش فين وفين لما تلاقي إبل تشيل عليها حاجتك وتركب فيها وتسافر عليها. فالناس كذلك صعب تلاقي واحد إيجابي يتطوع في العمل التطوعي ويشتغل معاك ويجتهد. وعمر الخطاب كان بيقول عارف هو نظرة الإيجابيين، فكان قاعد مع أصحابه فبيقول لهم تمنوا، فواحد قال له انا اتمنى ان البيت ده كله يبقى ذهب وانفقه في سبيل الله، واحد فقال لهم لا 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 مش هو ده اللي احنا عايزينه، لكني اتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح. فقال له اصدق انت عندك حق، ما الوت الاسلام خيرا. قال ذلك اردت. ان الايجابي مهما شاف اللي بيحصل حواليه ما يقعد يقول ايه هلك الناس، من قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم. الإيجابي لا يأس مما رأى انتشار الباطل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الشاعر بيقول عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقصر ولا تجهد يراعك إنما ستبذر حبا في ثرى ليس في الخصب. فقلت لهم مهلا فمن ليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إنما أنا إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي، أنا بعمل اللي عليا. الإيجابي ما بيقولش ده الناس كلها بتعمل كذا، لا أنا أعمل اللي عليا. الناس كل لا أنا حتى لو حاجة صغيرة في المحب بتاعي في الشركة اللي أنا فيها في أهلي هبقى إيجابي فيها. وقد تكون الإيجابية بسيطة، فلو انت دخلت مثلا جامع ولقيت الحنفية أو أي مصلحة ولقيت حنفية بايظة، لقيت صابون ناقص، لقيت حاجة بايظة، صلحها بدل ما تقعد تشتم وبدل ما تقعد تنتقد، لا صلح انت الحاجة البسيطة دي. وبلاش الأمثلة الخايبة اللي يقول لك لا ينول المينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يكفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه. ما ينفعش تقف وتشوف واحد بيتظلم واقف بتتفرج وخلاص، لا لازم تبقى ايجابي وتتدخل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تذل الاقدام، يعني ربنا ثبت اقدامه يوم القيامه. عن ابن عباس انه قال يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب اعظم من الذنب اذا عملته قله حيائك. أعظم من الذنب قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب، أعظم من الذنب. وضحكك وأنت لا تجري وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذئاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرعه عنه فلم يعنه، ولم ينهي الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. الله أعلم، ده كلام ابن عباس إن صح عنه يعني. فبيقول ان سبب ابتلاء سيدنا ايوب ان في واحد استغاث بيه فلم يغث. الله اعلم. وطول ما انت ايجابي هتلاقي ناس بتقف ضدك. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. انت ما عملتش حاجه غير ان انت بتصلي اللي بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هتلاقي حاجات بتصيبك وناس بتأذيك. والعصر ان الانسان اللي فيه خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم هسيبك حاجات فتصبر عليها. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهتلاقي ناس بتهاجمك، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. في واحد راح صدق بتمره فتلاقي ناس عماله تتريق عليه، ايه يا ابني اللي انت جايبه دوت؟ هو الراجل ما بيخش في التمره دي. فبس هو كان ايجابي وما عادش يتفرج. في ناس بتبقى ايجابيه وتعمل خير، وفي ناس كل همه ان هو يترجع على الناس اللي عملت الخير ده، ايه ما احسن تعمل كذا مش الاحسن تعمل كذا، انت اعمل اللي عليك. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام.